الله وبركاته حبايبي الحلوين في مدرستنا الجميلة. كل سنة وانتم طيبين. اجازتنا السعيدة بدأت. ايه رأيكم لو نعمل شيء مفيد ونستغل وقت الاجازة بمهارة احنا بنحب نعملها؟ في مننا يا اطفالنا الحلوين اللي بيحب يرسم، في مننا اللي بيحب يغني، في مننا اللي بيحب يلون، بنحب نلعب كورة، وبساعات كمان كورة او سلة او سباحة يا مس نسمة، وفي كمان اللي بيحب يعمل تجربة في البيت ويستفيد منها، في منكم اللي بيحب اكيد بيغني، وفي برضو اللي بيحب يساعد ماما وينظم معاها البيت. عشان كده كل واحد يكتشف هو بيحب ايه ويعمله. في منكم طبعا اللي بيعرف يقرأ قصص وبيحب القراية بشكل عام، في اللي بيحب يصور. برافو عليكم. احنا عاوزين نكتشف كل واحد فيكم بيحب يعمل ايه وايه ويعمله، ويكتب لنا طبعا طبعا في التعليقات اللي تحت الفيديو ده. وياريت لو نشارك صورة مننا او تجربة عملناها او قصة كتبناها او فاكرين في الساينس معانا في الديسكفر السنة دي عملنا نبات وزرعناه وجملنا بيه البيت. احنا جايبين دلوقتي يا مس نسمة تجربة جميلة. يلا يلا يا مس نسمة هاتي الورقة بتاعتك. كل واحد منكم يجيب الورقة اللي زي دي. يلا مستنياكم. برافو عليكم. تعالوا نطبقها سوا. ها طبقتيها كده السمات. برافو برافو. يلا نقطع الحتة دي. تعالوا نطبقها تاني مرة ونقطع الحتة دي. تعالوا نطبقها. ها يا مس نسمة خلصتي؟ تعالوا نطبقها تالت مرة ونقطع الحتة دي. هنحط الورق هنا على جنب. افتحي ورقتك يا مس نسمة. انا ورقتي بقت بالشكل ده. انا متاكده ان كل واحد فيكم ان ورقته مختلفه عن التاني. ليه بقى؟ طلعت ماسك يا مس ايمان. وانا ورقتي اللي طلعت زي كده. ليه بقى ان كل واحد مختلف عن التاني؟ لان انت طفل فريد ومميز. احنا عاوزين نشوف تميزك وابداعك في المهارات اللي انت بتحبها. هنستناها تحت الفيديو. كل واحد فينا مختلف، عنده مهارة معينة بيحب يعملها غير سمير. مس إيمان اختلفت عني في ورقتها. أنت كمان مختلف عن صاحبك. إيمان عندها إبداع ومهارة وأنا عندي إبداع ومهارة. على كده أنت بتحبي إيه يا نسمة؟ مهارتك إيه؟ بتحبي بتبدعي في إيه؟ أنا بحب ألون جدا يا مس إيمان. وأنا تعرفوا بحب إيه؟ بحب ألقي الشعر. ممتازة جدا في إلقاء الشعر. برافو يا مس إيمان. الله. وبحب كمان قراءة القصص. خلاص هنستنى مشاركتكم تحت الفيديو. يا عم كل واحد مهارته الجميلة وازاي هيستغل وقته في الأجازة. يلا باي باي.